أهلا بكم. قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن. تصريحات بارلي جاءت بعد أن ذكر موقع التحقيقات الاستقصائية ديسكلوز هذا الأسبوع أن أسلحة فرنسية بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر بيعت إلى السعودية والإمارات وتستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن. قالت الوزيرة الفرنسية إنه ليس لديها أي أدلة تدفع للاعتقاد بأن أسلحة فرنسية مسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.